بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب، وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو المواس الكهربائي، وهنا سنتحدث في بطاقة رقم 16. طبعا البطاقات عندما نتحدث عنها فقط لأنها تلخص المادة، لكن إن شاء الله عندما أنهي هذه البطاقات سأقوم بعمل مراجعة مهمة من الكتاب وتلخيص شامل للجزئيات المهمة التي قد تحتاجها في الامتحان النهائي. لذا إن لم تكن مشترك بهذه القناة يرجى أن تشترك بهذه القناة وأن تفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. سنبدأ على بركة الله. في المواس الكهربائي هو جهاز يستخدم لتخزين الشحنات الكهربية، طبعا بالتأكيد استخدامها وقت الحاجة. طبعا من التطبيقات عليه اللوحات الإلكترونية الموجودة في كثير من الأجهزة الكهربائية، دارات الإرسال والاستقبال، وحدات التصوير الفوتوغرافي أو ما يسمى الفلاش، حيث تكون كمية الطاقة المخزنة فيها هي كبيرة جدا، لكن في بعض الأحيان تكون لحظية. المواسعات لها طبعا أشكال كثيرة طبعا حسب طبيعة الاستخدام، يعني منها الكروي، منها الأسطواني، منها ذو اللوحين المتوازيين. طبعا ممكن أن تكون متغيرة، ممكن أن تكون ثابتة، ممكن أن تكون ثابت طبعا ثابتة الساعة أو متغيرة الساعة في الدارات حسب عدة أشكال. طبعا عملية شحنها تشحن عند وصل أحد طرفيه بالقطب الموجب، بينما الطرف الآخر بالتأكيد بالقطب السالب أو بالأرض، وعند وصله بمصدر جهد. طبعا هذا المصدر مثل البطارية، طبعا الطرف الموجب للبطارية يعمل على سحب الإلكترونات الحرة، وهذه اللوح طبعا متصل يشحن ذا اللوح بشحنة موجبة. طبعا لماذا؟ لأنه يفقد عدد من الإلكترونات. طبعا نحن نعرف أنها عندما تكون متعادل، عندما يفقد الإلكترونات يصبح أي يتبقى فقط الشحنات الموجبة. طبعا هذه الإلكترونات تنتقل من السالب إلى الآخر اللوح المتصل به، فيشحن هذا اللوح بشحنة سالبة، ولكن تبقى في اللوح الذي تنتقل منه الشحنة الموجبة، وتستمر الشحن طبعا حتى يتولد فرق جهد. طبعا هذا فرق الجهد يساوي ويعاكس فرق الجهد الموجود في البطارية، عندها يبدأ يتوقف تدفق الإلكترونات ونقول أن المواسع قد تم شحنه. سنبدأ في حل الأنشطة، وهنا عدة أسئلة. الغرض من المواسع هو بالتأكيد كما تحدثنا هو عبارة عن تخزين الشحنات الكهربائية، طبعا الشحنات الكهربائية. بالنسبة لجزئية المادة العازلة التي توجد بين لوحي المواس الكهربائي، تكون هذه المادة عندما تكون مشحونة معزولة فإن سعة المواسع تزداد، لكن هناك الشحنة تبقى ثابتة، الشحنة تبقى ثابتة. بالنسبة لجزئية اذكر من استخدامات المواسع الكهربائي وأيضا أنواع المواسع، هذين السؤالين. طبعا الاستخدامات كما ترون أمامكم هي هذه الأمور الثلاثة، وهي بالتأكيد اللوحات الإلكترونية الموجودة في الأجهزة، دارات الاستقبال والإرسال، وحدات التصوير الفلاش. بينما من حيث الأشكال فهي إما أن تكون كروي أو أسطواني أو المواسع ذو اللوحين المتوازيين. طبعا تكون سعة المواسع إما ثابتة أو متغيرة، ثابتة أو متغيرة. بالنسبة لكيفية شحن المواسع هو موجود في الجزء الأول من الشرح. طبعا ستقوم فقط بتلخيص هذه الجزئية زائد البند الموجود في صفحة 54 البند الأخير. هذا هو تلخيص هذه السؤال الأخير بالنسبة للسؤال كيف عملية الشحن.
الآن سننتقل إلى البطاقة التالية. بالنسبة لبطاقة رقم 17، وسنبدأ بالأنشطة، والأنشطة هي كالتالي: عند إنقاص المسافة بين لوحي المسافة أو الواسع إلى النصف فإن سعته، طبعا هذا من خلال القانون الذي يتحدث عنه. طبعا عند إنقاص المسافة، طبعا هنا العلاقة بين السعة والمسافة هي علاقة عكسية، بمعنى أنه عندما تكون هذه نصف فإنها تنتقل، يعني لو كان أنا عندي نصف، يعني مثلا هنا نصف، عندما تنتقل إلى المقام ستصبح 2 إلى 1، بمعنى ماذا ستصبح؟ ستصبح الضعف، فإن بالتالي السعة ستزداد إلى الضعف. مواسع مشحون وجهد 50 فولت، إذا ثبت شحنته وزدنا المسافة بين اللوحين إلى الضعف فإن الجهد، طبعا هنا العلاقة، هذه العلاقة، لو من هذه العلاقة، العلاقة في الأعلى، لو زدنا المسافة للضعف، يعني هنا 2، فإن السعة ستصبح النصف. السعة ستصبح النصف. طيب، والعلاقة بين السعة والجهد، العلاقة بين السعة والجهد هي علاقة عكسية. العلاقة بين السعة والجهد هنا علاقة ماذا؟ عكسية. وبما أن العلاقة بين السعة والجهد علاقة، بما أنه عند مضاعفة المساحة يزداد من السعة، لأن العلاقة بين السعة والمسافة أو المساحة هي علاقة طردية، وبالتالي لكن العلاقة بين فرق الجهد والسعة هي علاقة عكسية، فبالتالي عندما يصبح فرق الجهد أو السعة الضعف، فإن فرق الجهد سيصبح النصف، فرق الجهد سيصبح النصف، فبالتالي فرق الجهد سيكون يقل إلى النصف. بالنسبة للسؤال الرابع، عند مضاعفة مساحة لوحي مسافة ذو اللوح المتوازن فإن السعة ستكون، طبعا الخيار سيكون هو الخيار ألف، خيار ألف، وهي تزداد للضعف. لماذا؟ لأن السعة تتناسب طرديا مع المساحة، فبالتالي عندما تصبح المساحة الضعف السعة ستصبح الضعف، والعكس والعكس. بالنسبة للسؤال الخامس، فسيكون الجواب جيم، أي من زيادة تقلل من الموسع طبعا، والجواب بشكل أساسي لأن السي تتناسب عكسيا مع دي حسب القانون، السي تساوي إبسن في إيه في على دي. إذا هذه الأسئلة كلها هي عبارة عن أسئلة على العلاقات التي تكون بين السعة وفرق الجهد، أو بين السعة والمساحة، أو بين السعة والبعد وفرق الجهد. طبعا نشاط 2، انظروا: موسع ذو لوحين متوازيين وضع في الهواء، إذا علمت أن مسافة كل من اللوحين طبعا 10 سنتيمتر تربيع، والشحنة على كل لوح هو 80 مايكرو كولوم، فكان ذا فرق بينهما 16 فولت، جد سعة الموسع والمسافة بين، طبعا المساحة 1 ضرب 10 سالب 4 متر، طبعا يعني لأنه أنا هو 1 سنتيمتر تربيع، طبعا عندما بتحول إلى متر تربيع فسألنا تقسم على 100 تربيع، فبالتالي ستصبح 10 أس سالب 4، الشحنة 80 مايكرو كولوم، بالتالي سنضربها في 10 أس سالب 6، الفولت هو 16 فولت. طبعا أولا بالسعة الموسع، طبعا تطبيق مباشر، س تساوي 5 ضرب 10 أس سالب 5 في الأف. طبعا كيف هذا السؤال؟ لأن أنا أطبق س تساوي كيو على في، السعة الكيو عندي موجودة 80 ضرب 10 سالب 6، وفرق الجهد 16، فبالتالي الجواب 5 ضرب 10 سالب 6، بمعنى 5 مايكرو فاراد أو ألفا. بينما المسافة بين اللوحين، المسافة سي تساوي إبسلون في إيه في دي، طبعا بمعنى لو قمنا عملية ضرب مقص تصبح دي إبسلون في إيه في سي. طبعا تطبيق مباشر، الإبسن هي ثابت، السماحية 8.85 ضرب 10 سالب 12 ضرب 10 ضرب 10 ضرب أس سالب 2 سالب 4، وهي المساحة بعد تحويلها للمتر التربيع على
الساعة التي قمنا بحسابها في المطلوب الأول، فبالتالي دي 1.77 ضرب 10 أس سالب 7 سالب 10 متر. مواسع ذو لوحين متوازيين سعته 100 مايكرو فرد الفرد، كم تصبح ساعته في الحالات عند مضاعفة المسافة بينهما، عندما تقل المساحة كل بينهما إلى الربع، عندما نستخدم مادة سماحيتها نصف السماحية الأصلية؟ هي عبارة عن تطبيق مباشر على القانون، عند مضاعفة المسافة تقل الساعة إلى النصف فتصبح 50 مايكرو فرد، لأن الساعة تتناسب عكسيا مع المساحة، عندما تقل مساحة كل من اللوحين للربع تقل الساعة إلى الربع ويصبح 25 مايكرو فردين، لأن الساعة تتناسب طرديا مع المساحة. إذا هي عبارة عن العلاقات الموجودة بين القوانين. طبعا عند استخدام مادة سماحيتها نصف سماحية الفراغ تقل الساعة سي إلى النصف، لأن السعة سي تتناسب طرديا مع السماحية حسب العلاقة سي السماحية في A في دي، وبالتالي عندما يكون الآر هو 4 سنتي في الجزء الأخير، فهنا 4 أس سالب 2، طبعا الآر هي نصف القطر الذري. طبعا هنا في السؤال مواسع لوحة على هيئة دائرة نصف قطرها 4 سنتي والمسافة بينهما 8 مليمتر، والعازل بينهم فراغ، إذا وصل الفرق الجهد 20 فولت، الساعة والشحن، ماذا يحدث للساعة على كل من اللوحين إذا نقص المسافة بينهما للنصف؟ طبعا في البداية هنا الآر طبعا بالسنتي، فنحولها إلى متر، نقسمها إلى 100 أو نضرب في 10 سالب 2. قانون المساحة اللوحي هو عبارة عن مساحة الدائرة وهي باي في ار تربيع، واي 3 في 14 في نصف القطر وهي عبارة عن 4 من 100، فالمساحة هي 50 ضرب 24 ضرب 10 سالب 4 متر تربيع. الإزاحة معطيني إياها بالتمانية مليمتر، فستصبح 8 ضرب 10 أس سالب 3 متر، فرق الجهد 20 فولت. طبعا يريد في البداية السعة، طبعا السعة هي سي السماحية في A في D، طبعا السماحية ثابت، ود للإزاحة مساحة الدائرة قمنا بإيجادها، ودي المسافة قمنا بإيجادها بعد ما تحولناها لمتر، فستكون الجواب بالفرد أي أو 10 سالب أو في البيكو 5.5 بيكو فرد أي. طبعا اثنان يريد الشحنة على كل من اللوحين، تطبيق مباشر على القانون، الشحنة تساوي الساعة في فرق الجهد، تطبيق مباشر فيكون هذا الجواب. بالنسبة للسؤال الأخير دال، تزداد الشحنة إلى الضعف لأن الساعة سي تزداد إلى الضعف عندما تنقص المسافة للدي إلى النصف، وبالتالي تزداد الشحنة كيو إلى الضعف لأن كيو تتناسب طرديا مع الساعة عند ثبوت فرق الجهد. طبعا هكذا نكون قد أنهينا هذه البطاقة، إن شاء الله سنشرح في بطاقة 18 المرة القادمة. إن أعجبكم هذا الفيديو لا تتردد أن تشترك بالقناة وأن تدعمنا بزر لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.